حال الأطفال العاملين من أجل إعالة عوائلهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ويبينه المقطع الآتي من مدينة النجف. هذه المدينة يقول نشطاء عراقيون إنها تدخلها المليارات من الدنانير سنوياً بسبب السياحة الدينية والتي تتخذها المرجعية مقراً لها. المقطع أثار ردود فعل واسعة، نتابع وإياكم. لا إله. شفتوا هذا المقرود النايم؟ يم علي بن ابي طالب، يم ابو الايتام، مر من يم الشيوخ الساده، ابد مو يم. لا اله الا الله.